مشاهدينا أرحب في هذا الحوار الخاص بالانتخابات الأمريكية بالسيد حافظ الغويل المستشار السابق لعميد مجلس إدارة البنك الدولي. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك أستاذ حافظ. يعني معك سنحاول إضاءة على الجوانب الاقتصادية وتحديدا ما يتعلق منها بالمنطقة العربية، لكن دعني أبدأ بسؤال عام بعض الشيء. يعني اليوم البرامج الانتخابية الاقتصادية، إذا يمكن أن نقول سواء لترامب أو لكلينتون، باتت واضحة. ما هي محاذير السياسات الاقتصادية في حال وصول أي من المرشحين إلى سدة الرئاسة؟ الخطر الأكبر هو خطر ترامب. بس خليني أبدأ بهيلاري. هيلاري لن يكون هناك تغيير كبير في السياسة الأمريكية الدولية، خصوصا في الاقتصاد، لأنها هيلاري تقع في متوسط الرؤساء الأمريكيين خصوصا الديمقراطيين، فلن يكون هناك مفاجآت كبيرة، إلا ما تكلمت عنه هي مثلا بعض برامجها أنها تريد أن تساوي في الرواتب بين النساء والرجال بأي طريقة، أشياء داخلية خصوصا. بس في التجارة الدولية وفي علاقات الولايات المتحدة الدولية لن يكون هناك تغيير كبير. ترامب هو الخطورة الحقيقية على الاقتصاد العالمي، لأنه لو أخذنا كلامه على يعني كما يقول هو في طريقته في التعامل مع التجارة الدولية، مع الصين، مع اليابان، مع روسيا، كيف أنه يريد أن يرفع الضرائب على الشركات التي تصنع خارج الولايات المتحدة إلى آخر هذا الكلام. كلامه مثلا أنه يريد أن يبني سد مع المكسيك، وأنه يريد المكسيك هي التي تدفع لهذا السد. يعني هذا كلام أولا اقتصاديا غير صحيح إطلاقا، لذلك لن تجدي اقتصادي عالمي أو أي اقتصادي في الولايات المتحدة أيد مواقف ترامب، بل كلهم ضد ترامب بما فيهم الجمهوريين. فهذا سيمثل خطورة حقيقية على التجارة العالمية، لأن الولايات المتحدة ما زالت أكبر اقتصاد في العالم، وأيضا على دور الولايات المتحدة في العالم سياسيا واقتصاديا. يعني مواقف ترامب تجاه روسيا وتجاه الرئيس الروسي تحديدا بوتين، كيف يمكن أن نرى تبعاتها أو نتائجها اقتصاديا على المنطقة؟ هناك يعني توتر في العلاقات الأمريكية الروسية. هذا التوتر له يعني مبني على وقائع، على حقائق، وهو أن الرئيس الحالي في روسيا بوتين يستعمل في معاداة الغرب كورقة شعبية يرحب بها الشعب الروسي، الذي يعتبر أن روسيا فقدت مكانتها الدولية في العالم، وأن الولايات المتحدة والغرب تعدوا على حقوق روسيا خصوصا في أوروبا الشرقية إلى آخر هذا الكلام. وأيضا من منطق اليوكرين، لأن اليوكرين هناك طبعا مواجهة حقيقية بين الغرب، الدولة اليوكرانية التي تريد أن تنضم لناتو وإلى أوروبا، وبين الروس، الأقليات الروسية في اليوكرين التي تريد أن تبقى مع روسيا. العلاقات الاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة ليست بالعمق الذي يتصوره الآخرين، يعني العلاقات الاقتصادية مع الصين مثلا أو اليابان أو جنوب أمريكا، أمريكا الجنوبية أو أوروبا، أقوى بكثير، لأن الولايات المتحدة لا تستورد الكثير من روسيا، ليست زي أوروبا التي تستورد النفط مثلا والغاز من روسيا. ولكن أهمية روسيا بالنسبة للولايات المتحدة أن روسيا قوة عظمى ما زالت، وتستطيع أن تضغط على الولايات المتحدة في مناطق كثيرة، كما شفنا مثلا في سوريا. صحيح. أو في إيران أو حتى في الخليج. فالعلاقة مع روسيا سيكون لها، يعني ترامب مثلا هو الوحيد الذي تسمعيه يجامل مثلا رئيس بوتين، وهو شيء انعكس سلبيا عليه في الولايات المتحدة، لأن كثير من الأمريكيين والمؤسسات الأمريكية فسروه نظرا لأعماله الشخصية يعني مع روسيا، وعنده استثمارات كبيرة في روسيا. ربما لا تكون روسيا مؤثرة في الاقتصاد الأمريكي كالصين كما ذكرت سيد حافظ، رغم ذلك هو غالى في مواقفه ضد الصين. يعني علاقة متباعدة بين الولايات المتحدة والصين
ماذا نرى انعكاساتها؟ ما هي أهم ما ننظر إليه في نتائجها؟ تحديداً أعود وأسألك على المنطقة العربية التي اليوم أيضاً تمر بحالة خاصة بعد شيء سياسياً واقتصادياً. انعكاس على الوطن العربي والمنطقة، منطقة الشرق الأوسط خصوصاً الخليج، ستكون كبيرة جداً. هناك صراع حقيقي يحدث بين الولايات المتحدة وبين روسيا وبين الصين في هذه المنطقة. يعني تاريخيا الولايات المتحدة هي التي كانت القوة الطاغية في منطقة الخليج. على مدى السنوات الماضية وخصوصا بعد العراق، الرئيس أوباما ابتدى ينسحب من منطقة الشرق الأوسط. وانت لو لاحظتي ان الرئيس أوباما يمكن الرئيس الوحيد الذي لم يعني يتبنى اي مبادرة بخصوص فلسطين وإسرائيل، لأن بعد العراق الشعب الأمريكي ليس له طاقة أن يدخل في الميدل إيست. يعني هناك الآن تفكير أن هذه المنطقة ستبقى منطقة اضطرابات، وإحنا كل مرة نحاول أن نتدخل أو نصلح أو نقف مع هذا ضد هذا، ننتهي أن نحن الملامون على ما يحدث على الأرض. طبعا هذا الانسحاب ليس كاملا، ولكنه تدريجيا فتح، يعني خلق فراغ في هذه المنطقة. وهذا ما شفتي أنت، روسيا أنها ابتدت تضغط في المنطقة العربية عن طريق مثلا سوريا وعن طريق إيران. الصين يهمها الاقتصاد ويهمها النفط العربي الذي مصدر حولت أساسي وجهتها لها أكثر باتجاه المنطقة. طب هل يمكن يعني العلاقات باتجاه المنطقة أكثر أن تسد فراغ ربما الذي ينتج عن العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم؟ صحيح. يعني أنا أعتقد هناك عاملين أساسيين يؤثروا في التفكير الأمريكي في المنطقة العربية. التفكير السياسي زي ما قلنا، لأنهم لا يريدوا أن يتدخلوا في هذه المشاكل لأنهم خاسرين بأي وينتهوا هم الطرف الخاسر في كل مرة يتدخلوا في المنطقة العربية. وهناك العامل الاقتصادي، أهمية البترول العربي للولايات المتحدة يعني وصلت إلى أدنى مستوياتها في القرن الماضي كله، لأن الولايات المتحدة الآن يعني في سنوات بسيطة وتكتفي ذاتيا من النفط الأمريكي. صحيح. فأهمية النفط العربي قلت، والإضافة لأنها تكتفي ذاتيا، هناك أيضا تغيير حقيقي يحدث في الاقتصاد الأمريكي من الطاقة التي تعتمد على النفط والغاز إلى الطاقة الشمسية مثلا وإلى الطاقات المتجددة والبديلة. طيب. يعني الآن كل شركات السيارات في أمريكا لها سيارات تشتغل بالطاقة بالكهرباء وبالطاقة الشمسية. يعني هذه التغير في المعادلات، إذا يمكن أن نسميها سيد حافظ، أيضا حولت دفة الخليج باتجاه طبعا. الصين كذلك الأمر. هنا دعني أتوقف مع نقطة رئيسية في علاقات الولايات المتحدة بالخليج، تحديدا المملكة العربية السعودية. يعني المواقف المتشددة لترامب، مطالبته بأن تدفع الدول مقابل حمايتها، تقاسم الثروات، أيضا تلتقي بالتحول الأبرز في العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية في عهد أوباما، تحديدا في قانون جاستا مؤخرا ونقد فيتو أوباما. على ماذا يمكن أن يبني ترامب هنا وعلاقة متوثرة بهذا الشكل مع الخليج؟ إلى أين يمكن أن تقود الاقتصاد؟ أنا أعتقد أن ترامب لا يهمه الخليج إطلاقا، ولا يراه كمنطقة لها أهمية كبيرة في تفكيره، لا اقتصاديا ولا سياسيا. هو يعتمد اعتماد كامل على إسرائيل كما قال أكثر من مرة. هو يعتقد بنظرة قاصرة أن الولايات المتحدة تدفع تكاليف باهظة لحماية السعودية مثلا، وهذا غير حقيقي. الولايات المتحدة دافعت على الخليج لمصالحها هي، مش لمصالح السعودية، كما تدافع على اليابان أو كوريا الجنوبية، تستثمر أموال طائلة في أو ألمانيا، ليس لها علاقة بهذه الدول. هي كانت تحافظ على موقعها الدولي كسوبر باور. هذا الكلام الذي ينطلق من ترامب في هذا الاتجاه يعني يعكس فعلا
سطحي جدا لموقع الولايات المتحدة العالمي. أشكرك جزيلا سيد حافظ والمستشار السابق لعميد مجلس إدارة البنك الدولي. شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا. مشاهدينا هذا كان لقاء الخاص من واشنطن الخاص بالانتخابات الأمريكية. شكرا للمتابعة.